السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا الطلبه متابعينا الكرام من خلال شاشه فضائيه العراق التربويه نلتقي معكم في منتصف النهار لتقديم بث مباشر لماده الرياضيات لطلبه الصف الخامس العلمي بالفرعين الاحيائي والتطبيقي. يشاركني في تقديم هذا الدرس الاشراف العلمي الاستاذ عبد الله عمر الكلمه لك أستاذ الغالي. اهلا وسهلا بك استاذ محمد بارك الله فيك سلام من الله عليكم طلبة الأعزاء طلبة الصف الخامس علمي سيقدم لكم أستاذ محمد مجموعة من تمارين الدوال الدائرية وبعض الأمثلة المختلفة حول مختلف المفاهيم يتفضل الأستاذ شكرا لك أستاذ عبد الله تحية طيبة أعزائنا الطلبة طلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحياء والتطبيقي قدمنا بإذن تعالى بالأسابيع الماضية ومن خلال البث بث الدروس من خلال فضائية العراق التربوية بدروس مسجلة من خلال تسجيل مادة الرياضيات وتحديدا لجميع الفصول وبالخصوص الفصل الرابع ألا وهو الدوال الدائرية نستكمل إن شاء الله موضوعنا لهذا اليوم بأخذ قسم من الأسئلة والأمثلة والتمارين لكي نوضح بعض الافكار ان شاء الله باذنه تعالى ولحل بعض المشاكل التي تواجه اغلب الطلاب بخصوص الموضوع. ما يسعنا الا ان نذكركم اعزائي الطلبه بالارقام الهاتف الواضحه اسفل الشاشه ليتسنى لنا الاجابه عن جميع اسئلتكم واستفساراتكم بشكل كامل. نستكمل موضوعنا لهذا اليوم اعزائي الطلبه بخصوص الدوال الدوال المثلثية أو الدوال الدائرية أعزائي الطلبة سؤالنا ألا وهو من خلال تمارين أربعة اثنين أوجد قسم من الأسئلة أوجد قيمة ساين إكس كوساين إكس تان إكس إذا علمت أن الضلع النهائي للزاوية إكس الموجهة في الوضع القياسي يقطع دائره الوحده في النقط المثلثيه الاتيه انتبه ويا عزيز الطالب اوجد ساين اكس كوساين اكس تان اكس اذا علمت ان الضلع النهائي للزاويه الموجهه في الوضع القياسي يقطع دائره الوحده في النقط المثلثيه الاتيه فهنا اعطاني الضلع البدائي الزاوية في الوضع القياسي والضلع النهائي هو في النقطة الواضحة أمامك عزيز الطالب كمثال النقطة A النقطة B النقطة C والنقطة D راح نحل السؤال بشكل كامل عزيزي الطالب بخصوص الموضوع شون اني اوجد قيمة الساين والكوساين والتان والكوتان وبقية الدوال ان كان ان شاء الله سوف نتطرق لبقية الدوال بشكل كامل لكن احنا نعلم عزيزي الطالب على انه كقاعدة اساسية اللي هي: كل كوساين ثيتا يمثل قيمة منو؟ يمثل قيمة اكس، وكل ساين ثيتا يمثل قيمة منه قيمة واي. اذا نستنتج على انه الزوج المرتب استحصل عن قيمة اكس وواي اشارة على انه كوساين ثيتا فارزة كوساين ثيتا فارزة ساين ثيتا دلالة على أنه أستحصل عن قيمة X من خلال قيمة X أوجد قيمة كوساين الزاوية ومن خلال قيمة Y أوجد قيمة ساين الزاوية كمثال يعني هنا بخصوص السؤال عزيز الطالب على أنه النقطة A لو نلاحظ بالنسبة من خلال النقطة A استنتج مباشرة أن بما أنه معلوم عندي آني قيمة الإكس اذا يشير على انه هو قيمه كوساين الزاويه هنا حسب الزاويه ما تفرضها تفرضها ثيتا تفرضها اكس لكن ما ننسى على انه السؤال كان ما مطلوب هو فرض الزاويه اللي هو اكس جد ساين اكس كوساين اكس وايضا تان اكس اذا هنا مباشره عزيز الطالب راح نستنتج على انه كوساين كوساين اكس هو يساوي واحد على جذر خمسه فارزه اما ساين اكس ساين اكس هو يساوي سالب اثنين على جذر خمسه زين هذا مباشره من خلال النقطه استطيع ايجاد قيمه الساين والكوساين لكن شلون اني استطيع قيمه ايجاد قيمه التان او كوتان قيمه التان عزيزي الطالب باستخدام المتطابقات حسب علاقه على انه كل تاين الزاويه يساوي ساين الزاويه مقسوما على كوساين نفس الزاويه اذا هنا راح نستنتج على انه وهنا قاعده راح نستخدمها انه تان الزاويه اكس هو يساوي ساين الزاويه اكس مقسوما على كوساين الزاويه اكس بما انه معلوم قيمه الساين ومعلوم أيضا قيمة الكوساين عزيز الطالب اللي هو واحد على جذر خمسة بإجراء عمليات الاختصار والتبسيط وأني أستطيع أوجد قيمة منه قيمة تان الزاوية وهنا بالحالة احنا جهزنا كجواب بشكل مباشر عزيز الطالب ونستطيع نستعرضه مثل ما موضح أمامك عزيز الطالب إذا هنا بهالحالة إذن كوساين x هو 1 على جذر 5 أما ساين x هو سالب 1 على جذر 5 أما قيمة التان للزاوية عزيز الطالب هو sin الزاوية على كوساين نفس الزاوية ولو لاحظ هنا قيمة الزاوية اللي هو x سوف نستحصل على الجواب اللي هو سالب اثنين قال استاذ شلون طلعت الناتج هو سالب اثنين من حاصل قسمة عزيز الطالب قيمة ساين الزاوية مقسوما على كوساين نفس الزاوية دلالة على انه سالب اثنين على جذر خمسة مقسوما على واحد على جذر خمسة كاختصار وتبسيط راح يكون الجواب النهائي هو سالب اثنين هذا كدلاله كمثال كقيمه السؤال الاول او عفوا فرع ننتقل الما لفرع B. نحاول على انه ناخذ جزء لكن نحاول على انه ايضا عزيز الطالب تكمله الاجوبه بشكل كامل، احنا اتفقنا على انه ناخذ جزء من الاسئله حتى قدر الامكان نستوفي كثير من الافكار بخصوص الموضوع. راح نترك قسم من الاسئله عليك كواجب حتى تشتغل ورقه وقلم لاليه التطبيق. استاذ عبد الله نتمنى على انه نختار سؤال محدد من الاسئله كان يكون بي او سي او دي فش تقول شنو يكون رايك بالاختيار؟ باللي عجبك استاذ محمد اخترنا دي مثلا فرع دي نعم السؤال فرع لو تلاحظ عزيز الطالب بالنقطه فرع دي لو لاحظ فرع دي اللي ذكرني بي على انه مثلا لو لاحظ ذكر لي على انه النقطة سالب 0.5 فارزة عفوا، اعتذر سالب 0.6 فارزة سالب 0.8 حسب ما طبقنا بالفرع أي اذا مباشرة استنتج انه كوساين الزاوية اللي هو فرضناها اكس ويمثل الاحداثي المسقط السيني او الاحداث السيني للنقطة اذا بمعنى سالب 0.6 اما قيمه الساين اذا ساين الاكس او الزاويه يساوي سالب 0.8 اما لايجاد قيمه منو لايجاد قيمه التان اذا تان اكس الزاويه يساوي هو ساين الزاويه اكس مقسوما على كوساين الزاويه اكس حسب القيمة اللي انطاني اياها بصيغة اعداد عشرية اذا بمعنى سالب صفر بوينت قيمة الساي سالب صفر بوينت ثمانية مقسوما على كوساين سالب صفر بوينت ستة كاختصار وتبسيط بعمليات اختصار الفارزة مع الفارزة السالب على السالب يكون موجب بالاختصار والتبسيط بقسمة الاختصار ثمانية ويا الستة بالقسمة على 2 راح يكون الناتج هو 4 على 3. هذا هو ناتج كقيمة منو؟ قيمة كوساين أو عفوا تان الزاوية إكس هو ساين إكس على كوساين إكس. نتمنى أعزائي الطلبة تشغل نفسك ورقة وقلم بنفس التطبيق وبنفس الآلية بالية الاختصار والتبسيط بإيجاد قيمة مثلا الفرع سي. على انه هنا لو نلاحظ النقطه الا وهي نصف فارزه جذر 3 على 2 باستخراج مباشر قيمه الكوساين واللي هو يمثل المسقط السيني وبايجاد قيمه السان اللي هو يمثل المسقط الصادي ثم بايجاد قيمه التان كوساين او عفوا ساين الزاويه مقسوما على كوساين نفس الزاويه بايجاد القيمه العدديه ننتقل ل محمد أفوه. قبل الانتقاء بعد أفوه. اذنك هنا طلابنا الاعزاء لابد من ان نلفت انتباهك الى بعض الاشياء. هذه مجموعه لاربع من النقط. نعم بالتاكيد. هي نقط مثلثيه ضمن مفهوم الدوال الداريه والدوال المثلثيه. كل نقطة قابلها مثلث قائم زاوية المقابل على الوتر المجاور على الوتر فهذه خلاصة لإحداثيات النقطة المثلثية منطقية لو نلاحظ هسه بالفرع دي يعني يجب ان تتحلل النقطه وتتعامل وياها بشكل اكثر فهما هسه الاحداث الاول من طينيه سالب الاحداث الثاني ايضا سالب اذا اذا هذا اللي ربع اللي ربع الثالث, الثالث. الثالث. بينما اشوف ناتج التانجنت شنو طلع أربعة على ثلاثة إشارته موجبة إشارته دلالة موجب على واضح أنه واضح لك أنه التانجنت بالربع الثالث موجب. هو موجب حبينا بس ننبه على هذه الملاحظات وبالتاكيد مساله اشاره الدوال المثلثيه وهذا حسب الارباع اللي واقعه بها نعم. ان كان ربع اول ان كان ربع ثاني ان كان ربع ثالث وايضا ان كان ربع رابع بشكل كامل كان موضح من خلال المقاطع البثت من خلال فضائيه العلاقه التربويه أه لكن احنا نحاول على انه ناخذ جزء من هذه الامثله حتى نستوفي من خلال ساعه البث المباشر ان شاء الله لاستيفاء قسم و الاسئله من خلال ما يتعلق بالنسبه لمواضيع الفصل. ننتقل اعزائي الطلبه لسؤال اخر كمثال هنا جد ما ياتي جد ما ياتي وهنا السؤال راح يكون ايضا من خلال شلون اني احسب قيم الزوايا لكن نحاول على انه نذكر عزيزي الطالب في بعض الملاحظات. في بعض الملاحظات احنا ايضا نتعامل وين نتعامل ضمن دائرة الوحدة وشلون اني اوجد قيمة الساين والكوساين والتان وكوتان من خلال القيمة اللي هو اعطانيها لكن نذكر عزيز الطالب بملاحظة اخذتها بمراحل سابقة على انه ساين سالب ثيتا يساوي سالب لاحظ عزيز الطالب يساوي سالب ساين الثيت الزاويه. اما بالنسبه لكوساين سالب ثيته هو يساوي كوساين هنا نادر بالك وهاي اخذتها في مراحل سابقه وايضا ذكرناها من خلال الدروس التي بثت. تقول لي هنا انا وين احتاج اني هاي الفكره؟ احتاج هاي الفكره مثلا في الفرع بي لو تلاحظ لوجود اشاره سالبه. ايضا ذكرنا بيش بحسب دائرة الوحدة وحسب التعبير ان كان استخدام الزاوية باي على اثنين او ثلاثة باي على اثنين او ان كان استخدام الزاوية صفر او باي وهنا ما ننسى على انه حسب هنا أنا ربع اول بالتأكيد عايز الطالب لان هنا أنا هذا حسب ضمن دائرة الوحدة ما درسها الطالب بايضا من خلال التي بثت ومن خلال ايضا المراحل السابقه. فبالربع الاول بالتاكيد استطيع أنه اكتب صفر زائدا شنو؟ زائدا الزاويه التي يصنعها ال او الوضع القياسي او العدد الضلع النهائي لان دائما الوضع القياسي للزاويه يكون ضلعها البدايه هو محور السينات الموجب وضعها النهائي هو حسب موقع النقطه ضمن دائره الوحده من خلال آه المستوى الإحداثي ضمن دائرة الوحدة لكن لاحظ عزيز الطالب كمثال لو أخذنا سؤال محدد كمثال مثلا لو أخذنا السؤال فرأسي لو أخذنا النقطة فرأسي لإيجاد قيمة عددية للناتج أو للسؤال فرأسي عزيز الطالب ألا وهو تان الزاوية أربعة باي مقسوما على ثلاثة زين شلون أنا أستطيع أكتبها وهذا حسب لايجاد قيمتها بشكل كامل لتصبح وهنا انا اني ارجعها للوضع اللي اتي كانت فيه فتصبح على انه تان عزيزي الطالب وهو قوس لو الاحظ احسبه بحساب الزاويه باي على ثلاثه وهي الزاويه 60 مضروبا في اربعه وبالتاكيد تصبح القيمه او التعبير الستيني للزاويه هو 240 درجه. وبما انه 240 درجه اذا في الربع الثالث اذا ارجاعها للوضع سوف تصبح باي زائد باي على 3 اذا هنا لو الاحظ عزيز الطالب هنا انتبه على انه بما انه الزاويه في الربع الثالث ملزم عليك بفهم الاشارات بالنسبه للدوال المثلثيه ان كان تان ان كان كوتان ان كان ساين وان كان كوساين وبما انه الزاويه وين؟ في الربع الثالث فاشاره التان سوف تكون اشاره موجبه اذا سوف يكون الناتج هو تان باي على ثلاثه. وكقيمه عدديه اذا راح يكون الناتج موجب تان باي على ثلاثه الا وهو يجي الطالب يقول استاذ انا حافظ فقط قيمه الساين والكوساين. ما ننسى على انه كل تان هذا حسب ما نوهنا عليه بالاسئله السابقه هو قيمة التان هو ساين الزاوية على كوساين نفس الزاوية واضح عايز الطالب إذا لو حفظت فقط قيمة الساين وقيمة الكوساين إذا تستطيع إيجاد قيمة التان فهو ساين الزاوية على كوساين نفس الزاوية أو بحفظها بشكل كامل فرح يكون قيمة تان الزاوية باي على ثلاثة ألا وهي واحد على جذر ثلاثة ليس كذلك سعد الله أه نرسم لنا مثلث بسيط استاذ محمد بلا زحمه مثلث قائم مثلث يمك مثلث على السبوره ها آه لتعبير الزوايا يعني نعم كمثال حتى نكون لا الزوايا لا اتصور يطلع جذر ثلاثه تانجنت هنا خلينا نشوف لاليه الزاويه انه لو فرضنا الزاويه بشكل تقريبي هذه الزاويه 30 وهنا الزاويه 60 لان مثلث قائم 60 60 درجه وهنا نعم الزاويه راح تكون 90 هنا نعم نعم واحد مقابل الثلاثي احنا نوهنا وان كان اذا كان حافظ الجدول هنا راح يكون عندي قيمته ايش واحد هنا واحد الوتر اثنين وهنا الوتر اللي اثنين. هو اثنين وهنا راح يكون قيمته جذر ثلاثه جذر ثلاثه هسه ظل ف... ال 60 ف... بحساب قيمة زاوية 60 أو أستاذ يعني يستطيع أنه إيجاده بقيمة شنو؟ حتى إذا ساين على سو... بقيمة ساين يهم نفس الشيء تطلع جذر ثلاثة نعم. مقسوماً على كوساين باي على ثلاثة إذن وساين باي على ثلاثة اللي هو بالتأكيد جذر ثلاثة على اثنين على اثنين وهنا قيمة كوساين على ثلاثة واحد على اثنين إذا راح يكون الناتج بالتأكيد ألا وهو موجب موجب جذر ثلاثة راح يكون عندي كناتج ألا وهو موجب جذر ثلاثة اتلاف. أو من هذا الرسم البسيط أو من خلال الرسم بسلاثة. المثلث القائم الزاوية بحساب قيمة الساين وكوساين المقابل ساين؟ على المجاور للزاوية 60 هذا حسب تعبير الدوال المثلثية نعم. فدائما على أنه ساين ساين الزاوية هو المقابل أو الضلع المقابل على الوتر وأما كوساين الزاوية هو الضلع المجاور المجاور للزاويه على الوتر وهذا بخصوص مساله من هو مساله لو كان الطالب استخدم قيمه منه قيمه عفوا المثلث القائم الزاويه بخصوص مساله قبل لا يا استاذ محمد عفوا استاذ هذا مثلث بسيط طالبنا العزيز يناقش لي زاويتين خاصتين اضافه للزاويه القائمه اللي هي 30 و60 اذا حفظت الاضلاع وما مكتوب عليها واحد اثنين جذر ثلاثه اغناك عن اربع او ست نسب مثلثيه بالنسبه للزاويه 30 والزاويه 60 ومعكوساتها السير اللي راح ناخذها بعدين افضل من محفظ القيم بشكل جدولي وندخل فيها في متاهات وايضا للزاويه 45 ال 45 الزاويه 45 نعم. اللي هو واحد هنا راح يكون جذر اثنين الوتر جذر اثنين اللي هو الوتر وهنا واحد وهنا واحد خلاص راح يكون ايضا بقياس الزاويه بسيطه تساعدنا بحفظ القيم افضل من القيم واما بالنسبه الدولة. للزوايا دو الزوايا المحاور الزوايا المحوريه يستطيع حفظها من خلال دائره الوحده وايضا بحساب السائل والكوسان وايضا يستنتج من خلالها قيمه التان والكوتان وايضا بقيه الدوال المثلثيه نعم. اما بالنسبه لقيمه كان يكون مثلا لو اختارينا راح نمسح هنا ولو اختارينا قيمه منه قيمة الكوساين عفوا قيمة المسح عندنا القيمة العددية شوية. نرجع. نرجع للخطوة للوراء اللي هو هنا لو أخذنا كقيمة نهائية عزيزي الطالب بالنسبة كأن يكون مثلا لسؤال نعم. اللي إيه هو سؤال بي فرع بي ألا وهو كوساين سالب 13 باي مقسوما على 6 حسب الملاحظة اللي ذكرناها اللي هو قبل لحظات ألا وهو كوساين سالب ثيتا راح يساوي لي كوساين ثيتا إذن هنا كناتج أستطيع مباشرة راح أوجد قيمة هو يبقى عندي كوساين 13 باي على 6 لو ألاحظ هنا عزيزي الطالب 13 باي على 6 هنا زاويه ليست بالوضع القياسي فملزم عليك ارجاعها للوضع القياسي حتى تكون استطيع ايجاد قيمتها بالقيمه العدديه. هناك كثير من الطرق لارجاعها للوضع القياسي فيجب عليك عزيزي الطالب طرح عدد من الدورات لارجاعها للوضع القياسي حتى تكون محصوره كان يكون بين الصفر وال 2 باي و 360. إذا هنا بهالحالة عفوا استاذ محمد اللي تقصده القياس الرئيسي بالتأكيد اللي القياسي بالتأكيد اللي تقصد بالقياسي هو القياس الرئيسي بالتأكيد بين الصفر و306 <applause> اه إذا هنا بالتأكيد لو ألاحظ استاذ عبد الله هي زاوية ليست بالوضع القياسي إذا ملزم علي أني ليست بالقياس الرئيسي ليست بالقياس الرئيسي عذرا عذرا بالنسبة للتعبير إن كان ما ما بالقياس الرئيسي إذا أنا هنا بهالحالة اطرح عدد من الدورات نعم. كان تكون اطرح 2 باي 4 باي لان احنا نعلم على انه كل دوره تمثل 2 باي 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي اذا اطرح عدد من الدورات لارجاعها المن فبالتاكيد لارجاعها لي لي حتى تكون للوضع القياسي فراح تكون عندي كوساين لو تلاحظ عايز الطالب 13 هنا كمثال اخذناها 6 2 باي 13 باي على 6 ناقصا 2 باي بعملية حسابية وكناتج مباشر بتوحيد مقامات وهذا حسب ما تختاره آه عزيز الطالب بتوحيد مقامات راح ترجع عندي الزاوية الا وهي باي على 6 رجعت عندي وين؟ رجعت عندي باي على 6 إذا هنا راح اكتب كزاوية أصبحت عندي ما يظلم أستاذ محمد نكتبها كوساين 13 باي ناقص 2 باي؟ أه أي ليش؟ يعني ككتابه مباشره, كتابة مباشرة انا حبيت نعم. على انه 13 باي على 6 على 6 ناقص 2 باي 2 باي بين قوسين زين اذا بمعنى بس راح اتخلص من القياس الثانوي احولها الان. الى القياس الرئيسي راح فراح تصير كوساين كوساين باي على على 6 اذا هذا هو القياس الرئيسي لل للزاويه و... ويقع ضمن الفتره 0 3 بالتأكيد اذا هناك قيمة عددية لكوساين الزاوية 30 الا وهو جذر 3 على 2 كقيمة عددية وانهيت جوابي بخصوص هذا السؤال. نتمنى على انه عزيز الطالب تكملة بقية الامثلة ومشاركتنا من خلال اجوبتك من خلال مواقع السوشيال ميديا ان كان من خلال التواصل الفيسبوك والتليجرام والفايبر وان شاء الله متواصلين وياك بشكل كامل. بخصوص اسئلة اخرى ايضا جد قيمة ما ياتي الا وهو لو تلاحظ الاسئلة الاتية كمثال النقطة اي وهنا سؤال ساين تربيع الثلاثة زائد كوساين تربيع الثلاثة لو الاحظ لايجاد القيمة العددية لكوساين او عفوا ساين تربيع الثلاثة زائد كوساين تربيع الثلاثة لو الاحظ الزاوية مالتي زاوية غير خاصة اذا ملزم اني استخدام الة الحاسبة زين بهالحالة شلون اني اوجد قيمتها؟ راح استعين بيش ببعض المتطابقات لايجاد الناتج للفرع من هو الفرع أي. قال الاستاذ شلون يعني ايش اقصد انا عندي بعض المتطابقات اللي استفاد من عدها الا وهي مثلا ساين تربيع الزاويه كان تكون ثيتا زائدا كوساين تربيع نفس الزاويه شو يساوي يساوي واحد اذا استطيع ايجاد القيمه العدديه ل ساين تربيع ثلاثة زائدا كوساين تربيع الزاوية ثلاثة بالتأكيد راح يكون الناتج عندي هو قد هو واحد فمباشرة وهذا بيش بالاستعانة بالمتطابقة الا وهي او الدالة المثلثية ساين تربيع الزاوية زائدا كوساين تربيع نفس الزاوية شو ساوي يساوي واحد استاذ محمد هنا هذه علاقة مهمة جدا وراح تمر علينا كثيرا واغلب المشتقات والمتطابقات اللي راح تجينا مشتقه من هذه العلاقه طالبنا العزيز. لكن اكو غلط يوقع به كثير من الطلاب استاذ محمد. هسه خلي نكتب له للطالب ساين تربيع ثلاثه ساين؟ ساين تربيع ثلاثه ساين تربيع ثلاثه زائدا كوساين تربيع اربعه اربعه هل تساوي واحد؟ لا بالتاكيد اذا شنو الشرط؟ اذا هنا يجب ان تكون ساين تربيع الزاويه زائد كوساين تربيع نفس الزاويه راح يكون الناتج واحد وهذا كثير من الزوايا لان هنا أنا, انا الجا لان المتطابقه تتكلم على انه يجب ان تكون الزوايا متوحده اذا ساين تربيع الزاويه زائد كوساين تربيع نفس الزاويه شو ساوي واحد اما لو كان هذا السؤال موجود هذا بالتاكيد اني اللجوء المن لان اللجوء لاستخدام اله الحاسبه لايجاد القيمه العدديه ساين تربيع الزاويه ثلاثة زائد كوساين تربيع الزاويه أربعة اذا لا يمكن استخدام المتطابقه بهذا او لهذا السؤال اذا ننتقل عزيزي الطالب للفرع ب الفرع ب ذكر لي بي ذكر لي على انه كوساين لو الاحظ كوساين تربيع باي على ستة ناقص ساين تربيع باي على ستة لو الاحظ الزاويه خاصه اذا يمكن استخدام عمليات رياضيه لايجاد الناتج لو الاحظ اذا بلشت بالجواب عزيزي الطالب اصبح كوساين لو الاحظ باي على 6 الكل تربيع وهذا حسب ملاحظه نعم قال شنو الملاحظه ذكرنا على انه سابقا لان ساين مثلا اس ان للزاويه ثيتا هو يساوي ساين ثيتا الكل مرفوع لأسن ان نتمنى على انه تكون واضحه. اذا هنا بهالحاله ناقصه منه ساين ساين باي على 6 الكل مرفوع لاس شنو؟ لاس تربيع. زين بهالحاله راح اوجد الناتج لمن اللي داخل القوس وما ننسى على انه الباي على 6 الا وهي الزاويه 30 وكوساين ال 30 الا وهو جذر 3 على 2 الكل مرفوع لاس تربيع ناقصا. اما ثاني الزاويه 30 بالتاكيد الا وهي واحد على اثنين الكل شنو؟ كل تربيع. من خصائص الاسس يتوزع على البسط والمقام اذا ليصبح ثلاثه على اربعه ناقصا واحد على اربعه عمليه حسابيه ورياضيه ليصبح لدينا اثنين على اربعه وكاختصار وتبسيط واحد على اثنين. وبالتأكيد هنا طريقة ثانية للسؤال أو للجواب عفوا يمكن الطالب للإجابة عن هذا السؤال باستخدام قانون ضعف الزاوية إذا إشارة على أنه كوساين تربيع الزاوية ناقص ساين تربيع نفس الزاوية يساوي كوساين ضعف هذه الزاوية يعني نضربها في اثنين. فيما لو أخذ هذا الموضوع أستاذ محمد. بالتأكيد نعم. بالتأكيد. احنا استاذ نتطرق لقسم الاسئله على انه الطالب عرضت درسها له وعرضت آه له نعم. جميع المواضيع بشكل كامل فنتناقش بيش باليه الجواب لو كان هو ماخذ ما كل المواضيع فلك الطريق او عفوا لك الطريق مفتوح بالاجابه وبالطريقه التي تختارها وكانت الطريق هو طريق صحيح للاجابه لاخذ الدرجه الكامله ننتقل لهذا السؤال ايضا تحقق مما ياتي تحقق مما ياتي اذا تحقق هنا طرفان وبالتاكيد من العلاقه هنا طرف ايسر وهنا طرف ايمن وتحقق هل الطرفان متساويان كقيمه عدديه اذا هنا بهالحاله عزيز الطالب سوف نتكلم بشكل كامل بين الطرفين لو نلاحظ الطرف الايمن هو كقيمه عدديه محسومه الا وهي ساين باي على 2 وساين باي على 2 هو ساين 90 وقيمته بالتاكيد هو ايش قيمته واحد. قيمه ساين التسعين هو ايش هو قيمته واحد. هل الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن؟ تستطيع تجزئ الحال ان كان شنو؟ ان كان تاخذ كل جزء وهو الافضل وهو الافضل كل جزء على حده وان كان اثبات الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر. اذا راح نجزئ عزيز الطالب ايش راح يكون عندي؟ اذا راح ناخذ ليف سايد الطرف الايسر واللي هو من هو؟ ساين باي على 6 مضروب بكوساين باي على 3 زائد كوساين باي على 6 باي على 6 مضروبا بايش؟ مضروبا بساين باي على 3. هسه نجد القيم العددية عزيزي الطالب. ساين الزاوية باي على ستة أي الزاوية ثلاثين هو واحد على اثنين. زين. كوساين باي على ثلاثة أي كوساين الزاوية ستين، أيضاً راح يكون عندي واحد على اثنين. زائداً. كوساين الزاوية باي على ستة أي كوساين الزاوية ثلاثين هو جذر ثلاثة على اثنين. مضروباً نبيش بساين باي على ثلاثة أيضاً هو ساين. أيضاً جذر على اثنين الأولوية بالتأكيد لعملية الضرب فراح يكون الناتج آلية ضرب هالقوسين البسط بالبسط والمقام بالمقام فراح يكون الناتج هو واحد على شقد واحد على أربعة زائد ثلاثة على أربعة بما أنه المقامات متوحدة إذا أربعة على أربعة كان الجواب هو واحد أما بالنسبة للطرف الأيمن الا وهو رايت هاند سايد ويساوي ساين باي على 2 اي ساين باي على 2 ساين 90 هو قيمته 1 اذا فبالتاكيد ليفت سايد او ليفت هاند سايد يساوي رايت هاند سايد اذا الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر وتحققنا من هذا السؤال وهذا يعتمد بالتاكيد عزيز الطالب لايجاد قيم عدديه وتكون معرفه عندك بشكل كامل. ننتقل لقسم من المتطابقات. اضافه المتطابقات ونستعرضها بشكل كامل عزيز الطالب. مثلا دالة ظل التمام الا وهي الكوتان. فلو عرفنا الكوتان عزيز الطالب ثيتا حيث ثيتا تنتمي الى ار بشرط على انه ساين ثيتا لا يساوي صفر والمجال المقابل هو منو والمجال المقابل هو ار اما داله او عفوا الكوتان هي ماذا تساوي كوتان ثيتا هي كوساين ثيتا مقسوما على شنو مقسوما على ساين ثيتا وهذا كقانون ولهذا لو تلاحظ لأن بما انه داله كسريه بسط على مقام اذا لا يمكن ان يكون المقام يساوي صفر اي ان داله الكوتان تعرف لكل الاعداد الحقيقيه بشرط على انه ساين الزاويه لا يساوي صفر وهذا بالنسبه لداله ظل التمام او الكوتان اما بالنسبه لداله القاطع وما نعبر عنها عنها باختصار الا وهو سيكنت. اذا سيكنت ايضا حسب التعريف ثيتا حيث ثيتا تنتمي الى ار بشرط على انه كوساين ثيتا لا تساوي صفر وايضا مجالها اللي هو المجال المقابل هو ار. والسبب لماذا كوساين ثيتا لا تساوي صفر؟ لان هنا التعبير عن سيكنت ثيتا تساوي هو واحد على كوساين ثيتا. انتبهوا يا عزيزي الطالب، اذا كل سيكنت ثيتا هو واحد على كوساين ثيتا وكذلك لداله القاطع. تمام اذا كل كوسيكنت ثيتا هو واحد على ساين الثيتا وانتبه ركز زين عزيز الطالب لو تلاحظ وهذا مثل ما نوه الاستاذ عبد الله وذكرنا قبل لحظات على انه لجميع او اغلب بالنسبه للقواعد لو نلاحظ يجب ان تكون الزاويه شبيهة الزاويه متساويه اي لنفس الزاويه اي سيكنت عفوا كوسيكنت الزاويه هي واحد على ساين نفس الزاوية إذا كتعريف كوسيكت ثيتا حيث ثيتا تنتمي إلى آر بشرط على أنه ساين ثيتا لا تساوي صفر ومجالها المقابل هو منه هو آر. لنأخذ أسئلة مثلا هنا السؤال من الأسئلة المهمة اللي تحتاجها عزيز الطالب من خلال اختباراتك في نهاية الكورس الأول كمثال هنا لو نلاحظ السؤال عزيز الطالب وراح نحله بالتفصيل حتى يتسنى لنا نجاوبك عن كل مشاكلك بإذنه تعالى. ذكر هنا أنت عزيز الطالب إذا كان إكس وهنا الإكس تشيل الزاوية أكبر من باي على 2 وأصغر من باي. دير بالك على هذا التعريف هنا يحدد موقع الزاوية بأي ربع واقعة هي، هل ربع أول أو ثاني أو ثالث أو رابع. بما أنه حدد قيمة الإكس أكبر من باي على 2 ودلالة على أنه 90 درجة وأقل منين؟ أقل من 180 درجة إذا بمعنى حصر الزاوية بين التسعين وبين المية وثمانين إذا دلالة على أنه الزاوية هي في الربع الثاني أعطاني قيمة منه أعطاني قيمة الساين هنا إذا أعطاني قيمة منه قيمة ساين الزاوية إكس تساوي خمسة على 13 انتبه زين فجد كلا من فجد كلا من ما مطلوب بالسؤال هو سيكنت هنا حسب ما تستخدم عزيزي الطالب خل اوجد اني استخدم من اليسار لليمين اذا بمعنى ابدي بكوساين اكس ثم تان اكس ثم كوتان اكس ثم سيكنت اكس ثم كوسيكنت اكس اني ما اريده من عندك في كل في اغلب هذه الاسئله أني ما أحتاجه من عندك هو إيجاد ساين الزاوية، كوساين الزاوية، لأن بقية المت... الدوال المثلثية هي يمكن إيجادها من خلال الساين والكوساين. شو راح نستنتج؟ إذا هسه أني عندي قيمة الساين، أبحث لإيجاد قيمة الكوساين باستخدام الدالة المثلثية اللي ما يغيب عليها وهي من المتطابقات المهمة ألا وهي ساين لو تلاحظ عايز الطالب ساين تربيع الزاوية زائد كوساين تربيع نفس الزاوية شو ساوي ساوي واحد أنا عندي قيمة الساين عندي قيمة منه عندي قيمة الساين زين أنا أحتاج قيمة الكوساين إذا راح أعوض بقيمة الساين وأنقله بإضافة إلى نظير جمعي وأنقله للطرف الآخر ليصبح لدينا عزيز الطالب كوساين تربيع اكس شو ساوي واحد ناقص منه خمسة على 13 الكل شنو الكل تربيع اذا ايجاد قيمه كوساين تربيع الزاويه اكس هو 1 ناقص 25 اي 5 تربيع 25 13 تربيع هو 169 توحيد مقامات وعمليه رياضيه عزيز الطالب كوساين تربيع الاكس يساوي راح يكون الجواب عندي الا وهو 144 مقسوما على 169 احتاج قيمه اني الكوساين اذا للتخلص من التربيع بجذر التربيع للطرفين عزيز الطالب فراح يصبح عندك كوساين اكس يساوي سالب موجب اشقد؟ 12 لان جذر ال 144 12 جذر ال 169 هو اشقد؟ هو 13. زين اصبح عندي سالب موجب، هذا قيمة الكوساين، لكن ما ننسى عزيزي الطالب بالنسبة لموقع الزاوية في الربع الثاني، وبما انه في الربع الثاني الساين صحيح موجب، نعم، لكن يجب ان يكون قيمة الكوساين هو إشارة سالبة فبالتأكيد في هذه الحالة إذا الموجب يهمل، إذا قيمة كوساين اكس يساوي سالب 12 على 13 واضح هذا هو قيمة كوساين الزاوية سالب 12 على 13 هس جميع بقية القيم آني أستطيع إيجادهم من خلال الساين والكوساين قال أستاذ شلون أقول لك حبيبي على أنه الكوساين عفوا التان هنا راح يكون عندي قيمة تان الزاوية هو منه هو ساين الزاوية على كوساين نفس الزاوية هذا قيمة التان زين قيمة الكوتان كوتان الزاوية هو منه هو كوساين الزاوية مقسوما على ساين الزاوية زين قيمة منه قيمة سيكنت الزاوية هو مقلوب الكوساين إذا بمعنى، إذا بمعنى استاذ محمد نعم عفوا سالب 12 اطلق. إذا هنا سيكنت الإكس هو مقلوب الكوساين، إذا واحد على كوساين إكس. وكوسيكنت الزاوية هو واحد على ساين إكس. هسه هاي القوانين عزيز الطالب استطيع إذا هنا بما أنه وجدت قيمة الساين والكوساين اذهب إلماً لتعويض القيم العدديه لايجاد القيم لقيمه التان الكوتان السيكنت والكوسيكنت اذا هنا اذهب للتعويض للقيم العدديه عزيزي الطالب ليصبح قيمه الساين هو 5 على 13 مقسوما على قيمه الكوساين سالب 12 على 13 اختصار وتبسيط عزيزي الطالب راح يكون الجواب هو سالب 5. على 12 هذا هو الجواب وقيمة منه قيمة التان وبالتأكيد هو في الربع الثاني وإشارة التان في الربع الثاني إشارة سالبة أيضا قيمة الكوتان هو كوساين على ساين قيمة الكوساين هو سالب 12 على 13 عزيز الطالب مقسوما على قيمة الساين هو 5 على 13 أيضا بالاختصار والتبسيط هو سالب 12 على 5 او كطالب يقول استاذ ترى قيمه الكوتان هو مقلوب التان فلو كان قيمه التان اني قيمتها معلومه اذا قيمه كوتان نفس الزاويه هي مقلوب قيمه التان بنفس الاشاره اذا اما قيمه السيكنت هو واحد على كوساين اذا اشاره ودلاله على انه مقلوب الكوساين والكوساين عندي هو سالب 12 على 13 اذا راح يكون سالب 13 على 12 هذا مقلوب الكوسين اما الكوسيكنت هو واحد على قيمة الساين وقيمة الساين هو 5 على 13 اذا ويساوي 13 على 5 هذا قيمة منو؟ قيمة الكوسيكنت هذا ما يتعلق بالنسبة أعزائي الطلبة خليني بخصوص أستاذ محمد بلا زحمة وياك بالتأكيد لك هو ساعدني بالتأشير بالقلم الأحمر آه نأشر على نواتج الساين اللي هو منطيني إياه 5 على 13 ساين 5 على 13 والكوساين خلي شوي نكبر الخط حتى يكون التأشير واضح ساين 5 على 13 كوساين سالب 12 على 13 أنت تريد التأشير ثابت لازم نعم إي أيوة. والله تأشير ثابت الساين 5 على 13 كوساين جوه سالب 12 الكوساين على 13. سالب 12 على 13 لحظة هسه يكفي هاي استاذ خلينا نناقش نعم. الحالتين البقية تحصيل حاصل نعم. خمسة على 13 أنت درست من صف الرابع أستاذ طالبنا العزيز وفي السلسلة الجديدة من صف الثالث مو محمد بالتأكيد شوف قيمة الخمسة على 13 تتوقعها أقل من الواحد لو أكبر أقل بالتأكيد وأنت تعرف أن المجال المقابل أو المدى للساين هو محصور بين الواحد والسالب واحد فلو طالع الناتج 13 على 5 تاكد انه حلك خطا 5 على 13 صح والسؤال موجود 5 على 13 كذلك السالب 12 على 13 12 على 13 اقل من الواحد اذا هي محصوره بين السالب واحد والواحد فهذه مؤشرات تنبهك على صحه حلك من خطئه على العكس ستجد ان السيكند والكوسيكند ابدا قيمتهما سواء سالبه او موجبه لن تقل عن الواحد لن تقل عن الواحد ولن تنقص عن السالب واحد ولك الختام استاذ محمد وبارك جزاك الله خير. فيك خير انا اوضح انا بالنسبه لي دا اوضح من باب التاشير على ضوء كلامك بارك استاذ الله, الله, الله فيك. ملحوظات وكلمات جيده جدا يستفاد منها جميع الطلاب وجميع من يشاهدنا في هذه الدقائق نتمنى لكم أعزائي الطلبة وجميع متابعينا الكرام، ملتقانا معكم إن شاء الله في دروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.